وجداني صورة إيماني قلبي ولساني رأيت النغمة حقك حبك برسينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد الأئمة المعصومين عليهم السلام في شهر شعبان المبارك، ولا سيما ميلاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من زواره في الدنيا والفائزين بشفاعته في الآخرة. إن من إحدى الأمور التكوينية التي جعلها الله سبحانه وتعالى عند جميع الأمهات بأن خلق لهم حليبا لكي يرضعوا أولادهم منه، فغذاء الطفل في السنوات في السنتين الأولى هو من مصدر هذا الحليب، بيكون مصدره هذا الحليب الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فطرة في الأم. ولكن نجد بأن هذا الأمر كان مختلفا عند الإمام الحسين عليه السلام، حيث تغير هذا الأمر التكويني الموجود عند جميع الأمهات والذي يوجد في جميع المواليد الذين يولدون في هذه الدنيا بأن يكون غذاؤهم من الحليب، كان متغيرا عند الإمام الحسين عليه السلام، حيث أنه لم يرضع من ثدي أنثى قط، بل كان غذاؤه شيئا مختلفا. وفي هذا المجال روايات عديدة تبين هذا المضمون، منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: لم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة عليه السلام ولا من أنثى، أي أن غذاءه لم يكن معتمدا على حليب الأم ولم يرضع من أي أنثى قط. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه، أي يضع رسول الله صلى الله عليه وآله إبهامه في فم الإمام الحسين عليه السلام فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فكان يكتفي الإمام الحسين عليه السلام بهذه المصة من إبهام رسول الله اليومين والثلاثة، أي كان لا يحتاج إلى ماء وإلى غذاء، فنبت لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ودمه. لهذا نجد بأن من إحدى المعاني التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين وهذا الأمر، أي أن لحم الإمام الحسين عليه السلام ودمه كان مخلوقا وكان ناميا من دم رسول الله ومن لحمه، لأنه كان يتغذى من إبهامه المبارك. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام في تتمة الحديث: ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي عليهما السلام. وهذه مزية أخرى وخصوصية أخرى للإمام الحسين عليه السلام، حيث أنه لم يولد لتسعة أشهر بل ولد لستة أشهر. وفي هذا المجال أيضا رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام حيث قال أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين عليه السلام فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به، أي كان يضع رسول الله صلى الله عليه وآله لسانه المبارك في فم الإمام الحسين عليه السلام، فكان الإمام الحسين يمص لسان رسول الله ويتغذى عليه. ثم يقول الإمام: ولم يرتضع من أنثى، أي أن أي غذاء الإمام الحسين عليه السلام كان غذاء مختلفا عن جميع المواليد الذين يولدون، حيث أنهم كانوا يعتمدون على الحليب، ولكن الإمام الحسين عليه السلام اعتمد في غذائه على إبهام رسول الله صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من شيعة الحسين عليه السلام في الدنيا والمحشورين في زمرته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh,
إيماني صرت إيماني قلبي ولساني رجل نغمة حائل